تعرف أنا وافقت عليك ليه لما جيت اتقدمت المنار؟ عشان كنت عايزة لها حد عاقل رزين كده في نفسه، بيوزن الكلمة قبل ما بتطلع من بقه، حد كده زي ما بيقولوا أهل زمان حكيم. بس للأسف انت خيبت ظني فيك، طلعت تهبل وبتصدق أي كلام يتقالك. إزاي يا أستاذ يا دكتور يا عاقل تصدق كلام واحدة صيعة أو واتيفر مين قالك إيه عن مراتك؟ مفيش حد قال لي حاجة. أمال طلقتها لي ندالة مثلا بعد ما عرفت إنها هتقعد على كرسي شوية حلوين؟ ما أظنش إنك ندل، أنا عارفة إنك أنت متربي كويس وابن ناس. اتفضلي. إيه ده؟ افتحي وأنت تعرفي. الستوري اللي انت منزله ده يا معتز شيله لو سمحت. يا حبيبتي دي مراتي، هي اللي منزلها عندها وعامله لي منشن. مراتك بقى مرات عمك ماليش فيه، شيل الصوره، انا مش طايقه منظرها وهي حضنك كده. ايه ده ايه اللي انت بتسمعه لي ده؟ انت عارف معتز ده مين؟ ده صاحب باباها، مربيها وبتهزر معايا. خيالك المريض بقى يقول لك ان الكلام ده خيانه؟ لا 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 يا ادم، انا كده ازعل منك. اتفرجي بقى كمان على الفيديو ده. بالراحه بالراحه، انا ماسكك ما تلاقيش خالص. You're gonna love this. ايوه ممكن اشوف؟ استني ما تبصيش. واو، ايوه بالراحه جدا. وبعدين بالراحه بس، خلاص قربنا. تعال تعال. ايوه ادي الكرسي. وصلنا؟ ايوه وصلنا. يا واحده يس، ممكن اشوف؟ جاهزه؟ يلا. واو الله، المود اللذيذ ده يا ميزو. ثانك يو. حلوه قوي. هابي فالنتاينز بيبي. هابي فالنتاينز تو يو تو. تعالي بقى نتصور مع بعض. ماشي، بس ممكن كفايه تصوير؟ لا على فكره ده التليفون بتاعك يا عبيطه، والفيديو ده هيبقى معاكي، يعني تبقى وحشك تتفرجي عليها. يلا هابي فالنتاينز. ثانك يو. كفايه تصوير. لا لا، انت زي القمر كده. بقول لك ايه، انت تاخدي الفيديو ده وتوريه لنطع جوزك، يمكن يحس على دمه ويعمل لك حاجه حلوه كده. لا ما تقلقش، جوزي ملوش في الكلام ده، اخره كده دبدوب بوست على الفيسبوك. عبيط عبيط عبيط. طب هات التليفون. هات. معك حق، بس انت كمان لازم تلوم نفسك، ما تحملهاش هي كل الغلط لوحدها. اشترك في باقات واتشت الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.